صباحكم خير وبركة مشاهدينا، أهلا بكم في حلقة مباشرة من صباح الشروق، صباح نجدد فيه ولائنا وانتمائنا للوطن السودان، وإن شاء الله تكون بداية أسبوع موفقة على الجميع. لا يكفي أن نكون على قيد الحياة فقط، يكفي أن نكون على قيد التفاؤل، على قيد الأمل، على قيد أن شيئا جميل سيحدث بإذن الله تعالى. إذن نلتقي ليس بالصدفة ولكن بالموعد، ونجتمع دائما حول الصدف، ونتمنى أنه تصادفنا اللحظات الندية والجميلة. نتقابل الآن على الصدف ولكن نرتحل عبر خيال الجميل عصام محمد نور. يوم بالصدفة نتقابل نتابع ومن ثم نعود مشاهدينا. Paris, Paris, Paris.
فريد. Oh,